الايام بقت مش هي، يا ريت ترجع وحشت عليا، حياتي بعدك انت مش حياتي. عم بحكي لصاحبي عم بقول له شو رايك اشتغل؟ قال لي اشتغل بدراج بتعيش ملك. انا الملك. بطلت المدرسة عشان اساعد اهلي، لان عندي ابوي مريض مسلول، ما بعرف اكتب ولا بعرف اقرا، بس اذا حدا كتب اسم درويش قدامي بعرف اقرا اسمه، بعرف احفظ اسمه، بس اكتبه او اقراه ما بعرف. كل العالم بالمخيم هو اللي بتحبني بتحترمني بتقدرني، بس في عالم، في بعض العالم، مش عم بقول لك كل العالم لا، في بعض العالم عالم بكون مسخر علي، مثلا ليك انا كيف حامل الشاطه وما كنت سي، ليك كيف حامل علبه الدواء بشتا زي النسوان. طب ما اشتغل بكرامتك بتعيش ملك ملك. مثلا هذا الشغل، مثلا شغل هي كثير عليه، بحب هيك شغل انا، بس شغل صعب. مثلا احمل كيس، ما بقدر احمل كيس عشان معدتي، عامل عملية مصارين بلاستيك، انا ما مصارين عادي، يعني اللي عنده مصارين بلاستيك هذا ما بقدر يحمل، بشتغل على الخفيف. يعني اذا عندي بناية سطح تكنيس ما بقدر اسويه كذا يوم. نفسي اطلع استاذ لو درست، كان حلمي، يعني انا عم بدرس وما تعلمت كثير، قلت يا رب اطلع استاذ، اطلع زي هدول اللي عم بنجحوا، وزعلان عشان هيك. والله كل ما حدا ينجح لهلا، هلا حدا يقول ينجح بصير ابكي، بزعل على حالي شو سويت بحالي انه بطلت من مدرسه واندمت. اولاش بكون ماشي بالشارع بعد ما اجي من الشغل كنت تعبان، وهذا فضت عن حالي شوي. لاش تاركنا ولاش هاجر على بعده، انا والله قلبي انكسر، ويا شماتت كل العالم والبشر ليش تخون.